ولا صرف هي دائما تغني لي باي مسرحيه عندي، هي شويه قريبه على صوتي والناس ما راح تفرق. يعني انت تو على بالك انه صوتي ابال صوتي، يعني انت قاعد تقصون على الناس بالمسرحيات. لا مو كيفك، انا اقول اني انا ما غني. هذا الذكاء الاصطناعي اللي قاصر ودي اصير مذيع تصدقون. يلوق لك والله نقوم عبد الله نعطيك. لا انت خير والبركه. عادي ترى احنا بلال الكويت عادي ترى مسموح لكم شيء بتصير مذيع. حبيت افرش حق نفسي ان انا بصير مذيع يلا كمل يلا خليه يكمل. طبعا اليوم وجه لكم تحيه اخوي عبد الله. لا لا ما ينفع خلاص يبي لك شفت اللي قاعد يسويه، هو قاعد يحاول يكسر حاجز.